بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم نبدأ في درس مهم جدا جدا، وهو هيكل الخوارزمية، لا ستركتور دو الالغوريتم، ستركتور اوف دو الالغوريتم. هذا الدرس يعني في الحقيقة يجي يسبق الدرس رقم 2 اللي درنا. أنا سبقت الرقم 2 باش تدي نظرة على لا سينتاكس، معناتها إذا في الدرس الثاني بقى لك واحد 50 ولا 60% مازال ما فهمتهاش، هنا تفهم الهيكل تاع الخوارزمية. تقدر تقول من هذا الدرس نبداو ننطلق في الخوارزمية. قبل ما ننطلق في الدرس نجاوب على واحد السؤال طرح عليا من طرف عدة طلبة بالنسبة لي، والسؤال هذا حول واش تمثل الخوارزميات هذه بالنسبة للغات البرمجة. واحد يقول لي سي بلس بلس، واحد يقول لي جافا، واحد يقول لي كذا. المهم باش تكون في الصورة عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة اللي سألتوني ولا اللي مازال باش تفهموا باللي الخوارزميات هي ذات أهمية كبيرة للغات البرمجة. كيف هذا الخوارزميات أعزائي تمثل الطريقة اللي تستخدمها أنت كمبرمج لحل المشاكل والتحديات، وهذا باستخدام الحاسوب. صح حد الآن أنا متفهم، يعني بغض النظر عن اللغة التي تستخدمها في البرمجة ستحتاج دائما إلى تطبيق خوارزمية لحل المشكلات. يعني عندي لغة برمجة راني نستخدم فيها سي بلس بلس ولا كذا، ودوك نذكرهم لكم. معناتها دائما إذا كنت اللغة رايح نحتاج دائما باش نطبق الخوارزمية باش نحل المشاكل. في الواقع أعزائي يمكن اعتبار الخوارزميات هي العقل والهيكل الذي تقوم على أساسه البرمجة. إذا كنت أنت تتقن من القدام إن شاء الله فهم وتصميم الخوارزميات، يمكنك بإذن الله بسهولة ترجمة هذه الأفكار إلى أكواد برمجية في أي لغة تختارها، سواء كان البيتون ولا جافا سكريبت ولا السي ولا سي بلس بلس ولا جافا ولا البازيك ولا الروبي ولا سويفت ولا الفيجوال بازيك ولا البير. إذا كنت تريد أن تكون مبرمجا ماهرا في أي لغة برمجة من واحدة من هذو اللي ذكرتهم، كان واحدة أخرين بإذن الله، فإن فهمك للخوارزميات سيكون أمرا أساسيا. أما بالنسبة للسؤال تاع المتغيرات والثوابت، دركو نشوفوا في المخطط اللي راح نديروه هنا في الدرس هذا، وسنتطرق إلى المتغيرات والثوابت في الفيديو المقبل إن شاء الله، لأن كاين طلبة يطرحوا عليك أسئلة ما شاء الله يعني أذكياء. يعني قالت لي واحد طالبة، هل ولا طالب ما يعرف، هل الثوابت نستعملها في لغات البرمجة؟ يعني رايح نجاوبك تدريجي، يعني جاوبتك سطحيا هكا أبري، في الدرس المقبل واللي عليه واللي عليه ندخلوا بالأقل تدريجيا حتى إن شاء الله. On peut présenter un algorithme à l'aide d'un pseudo code ou d'un organigramme. معناتها يمكننا تمثيل الخوارزمية باستخدام الشفرة التخيلية أو المخطط الانسيابي. Un algorithme écrit en pseudo code est composé de trois parties suivantes. تتكون الخوارزمية من ثلاثة أقسام رئيسية. هي عندنا لونتات أي رأس الخوارزمية، وعندنا لابارتي ديكلاراتيف أي قسم التصريحات، وعندنا جسم الخوارزمية لوكور كما راكم تشوفوا في الديبي البداية، فيه لي زانستركسيون أي التعليمات، فيه لافان النهاية. Voici comment vous pouvez structurer un algorithme en pseudo code. دونك نمدلك كيف يمكنك تنظيم خوارزمية في الشفرة التخيلية. هيا أمامكم من فوق راني حاطها باللغة الفرنسية ومن تحت باللغة الإنجليزية. نقرأ algorithm، نون دو الالغوريتم، معناتها نكتبوا algorithm وبعد نكتبوا الاسم تاع الالغوريتم، يعني خوارزمية اسم خوارزمية. ديسكريبسيون دو سلاش ديسكريبسيون،
ومن بعد نكتبوا لا ديسكريبسيون كونسيز دو سو كو في الالغوريثم، يعني الوصف، ومن بعد نقولوا له وصف موجز لما تفعله الخوارزميه. ومن بعد ديكلاراسيون يعني لونتيت، ومن بعد درك انتقلنا لا ديكلاراسيون. لا ديكلاراسيون اللي هي التعريفات دو سلاتش ديكلاراسيون دي فاريابل اي كونستانت، يعني تعريف المتغيرات والثوابت. يعني هنا المتغيرات والثوابت يدخلوا وين؟ في لا ديكلاراسيون. بعد واش تجي؟ تجي البدايه، يعني البدايه حتى للنهايه هي الكور، اي جسم الخوارزميه. كور دو لالغوريثم كومونس ايسي، معناتها بدايه جسم الخوارزميه يبدا منا من البدايه، ونبدا لي انستركسيون اي لي ايتاب لوجيك، معنا نبداو نمدو بالتعليمات والخطوات التعليميه وهكذا على حسب واش عندنا تعليمات. ومن بعد تجي النهايه لافا. هاو امامكم مخطط واجد، يعني كتبوا عندك هذا يلخص لك كلش، هيكل الخوارزمية لا ستكتور الالغوريتم. لاحظ على اليسار راني داير العناوين، اي رأس الخوارزمية لونتيت، ومن بعد نكتبوا الالغوريتم، ومن بعد اسم النون دو الالغوريتم اسم الخوارزمية، ومن بعد ننتقل الى لا بارتي ديكلاراتيف قسم التصريحات، كونست محسوب كونستانت، ليست دي كونستانت قائمة الثوابت، ومن بعد ار محسوب مختصر تاع فاريابل ليست دي فاريابل قائمه المتغيرات. كملنا مع لا بارتي ديكلاراتيف، نروحو لو كور اي جسم الخوارزميه، فيه البدايه لو ديبي وفيه النهايه ذا اند. صح، بين البدايه والنهايه كاين تعليمات، تعليمه واحد تعليم لي انستركسيون، دونك نشرح لكم كل وحده بالتفصيل. عندنا راس الخوارزميه لونتيت دو لالغوريتم. L'entête est constituée du mot algorithme que marche. On écrit le mot algorithme, on met elle est suivie d'un nom identifiant l'algorithme. Par exemple, algorithme facture, algorithme son, algorithme électricité, algorithme. Que ça, on peut être من الكلمة المفتاحية أو المخصصة algorithme. On va dire لها اسم الخوارزمية اللي يسمح بتحديدها من بين خوارزميات أخرى. مثلا الغوريتم بعد حساب المعدل، الغوريتم فاتوره، الغوريتم حساب مجموع الى اخره. كي كملنا مع راس الخوارزميه نروحوا قسم التصريحات ديكلاراسيون. هذه لا بارتي ديكلاراتيف ال كومبرون اون ليست دي فاريابل اي دي كونستانت يوتيليزي اي مانيبيلي دون لو كور دو الغوريتم، يعني هي قائمه شامله بجميع ثوابت المتغيرات المستخدمه والمعالجه في جسم الخوارزمية. هنا يدخلوا الثوابت المتغيرات واللي بإذن الله سنتطرق إليهم في الفيديو المقبل بالتفصيل. ومن بعد ننتقلوا لجسم الخوارزمية الكور دو لالغوريتم اللي يبدأ من الديبي حتى يكون بين الديبي للنهاية. لو كور دو لالغوريتم إيت أون سويت دانستركسيون أو دي طاش أكزيكيتي. في هذا الجزء أعزائي من الخوارزمية يتم وضع المهام، يعني في الجسم هذا يتم وضع المهام التي يتعين القيام بها، حيث يتكون من سلسلة كما راكم تشوفوا سلسلة تاع تعليمات المراد تنفيذها، وتكون هذه السلسلة كما راكم تشوفوا المخطط محصورة بين الكلمتين المفتاحيتين ديبي و ف، بداية نهاية كما راهو موضح في الشكل. Enfin, le pseudocode est un langage simplifié et non standardisé, utilisé pour décrire l'algorithme de manière abstraite. Le chiffre tachyulia, aizai, est une langue mubassata ou غير معيارية. Tu utilises les وصفs al-khawarizmiya de شكل مجرد. Il est utilisé pour planifier et concevoir l'algorithme avant de le traduire dans un langage de programmation spécifique. معناتها يتم استخدامها عفوا للتخطيط وتصميم الخوارزمية قبل ترجمتها إلى لغة برمجة محددة. Enfin, assurez-vous de fournir suffisamment de détails dans la partie déclarative et le corps pour que l'algorithme soit compréhensible et facilement transposable.
ديبوزابل اون كود ريال، معناتها تأكد من توفير ما يكفي من تفاصيل في الجزء الشرحي والجسم حتى يمكن فهم الخوارزمية بسهولة وترجمتها بسهولة إلى شفرة حقيقية. إلى أن ألقاكم أعزائي في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.